كذلك ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة عبده ونبيه إسماعيل، ذكره في الأنعام إجمالا وذكره في سورة مريم على شيء من التفصيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هو الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم، ولد من هاجر، وهاجر في الأصل جارية تعمل عند أحد الملوك، وإذا أراد الله بعبد خيرا لم يحجب ذلك الخير عن ذلك العبد أحد، لا يقدر. فتعلق ذلك الملك بسارة وكانت من أجمل نساء العالمين، حاول أن يصل إليها فمنعه الله، ثم أبقى الله تعلقه في قلبها، تعلق ذلك الملك تعلقه بسارة في قلبه، فأحب أن يكرمها فأعطاها هاجر لتخدمها، ثم رق الله جل وعلا قلب سارة على زوجها فأعطت زوجها خليل الله إبراهيم هاجر فتزوجها، فأنجب منها إسماعيل ليكون من ذرية إسماعيل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقدار الله غالبة وفضل الله لا يمنعه أحد. فهذا ما ذكره الله عز وجل عن إسماعيل. وإسحاق أخوه وهو أصغر منه، إلا أن إسحاق منه يعقوب ومن يعقوب أكثر أنبياء بني إسرائيل، وأما إسماعيل فلا يعرف أن من ذريته نبي إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سادت العرب وساد إسماعيل سؤددا إلى سؤدده بأن كان النبي عليه الصلاة والسلام منه. قال ابن الرومي في بيت قريب من هذا المعنى: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان.